أصدقاء أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل لكم حلقة جديدة طبعا من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البات أحمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهاردة عامل لكم حلقة جديدة وحلقة قيمة وقامة، وطبعا بقى جايين بالزي، جايين بالزي كاملا، وزي ما حضراتكم شايفين اهو الكرافتة ها عليها اللوجو بتاع باتمان طبعا، احتفاء واحتفالا بنزول فيلم باتمان طبعا فيلمنا الجميل، ويعني ان شاء الله يكون عاجبكم. يعني لا داعي للهتافات يا جماعة، لا داعي للهتافات. والنهاردة عامل لكم حلقة مهمة جدا جدا جدا، وبنتكلم فيها عن أغنية سببت طبعا جدل كبير جدا في يعني وسط الناس اللي بتسمع مزيكا، وهي الأغنية بتاعت ويجز، أغنية البخت. ويجز نزل أغنية جديدة بعنوان البخت، والغنوة نزلت وبقى في ردود أفعال متضاربة تجاهها، ناس معجبة بالأغنية جدا وناس مش عجبة الأغنية أو شايفة أن ده ستايل مختلف على ويجز أو جديد عليه. فأنا حابب أن أنا أتكلم على الأغنية كتحليل موسيقي، ونتكلم على الأداء بتاع ويجز والكلمات واللحن والتوزيع، بحيث أن احنا نوصل لشكل كامل أو تصور كامل عن الأغنية وعن يعني رأيي فيها من الناحية الفنية. طبعا انا عملت حلقه عن ويجز كظاهره جديده ظهرت في اوساط الموسيقى والاوساط الفنيه المصريه والعربيه، واتكلمت على بعض الاغاني كمان بتاعت ويجز، سواء الاغنيه اللي عاملها مع الفنان احمد مكي او الاغنيه اللي كان عاملها اللي هي اغنيه كيفي كده. ولكن اغنيه البخت اغنيه مختلفه، وانا هتناولها تناول مختلف. يا ريت بس الناس تتقبل الكلام بصدر رحب، لان انا هتكلم فنيا، انا هتكلم كتحليل فني للاغنيه والتنفيذ. لو هنتكلم على أغنية البخت من الناحية الفنية، فإحنا طبعا عندنا كلمات ولحن وتوزيع موسيقي وميكس وماستر، والأداء بتاع البرفورمر أو المطرب أو المؤدي أو المغني أو whatever نسميه إيه. فهنتكلم من ناحية الكلمات. أنا للأسف للأسف شايف إن دي كلمات مراهقة جدا، وهي محاولة غير ناضجة للكلمات. الكلام كلام يعني أنا آسف اللي أنا أقوله، بس هو كلام سطحي جدا، مفيش معاني عميقة للكلام. الكلام ما بيتكلمش على موضوع مترابط أو موضوع واضح. أنا مش عارف هو بيحب واحدة مرتبطة من طرف واحد، ولا هي واحدة رفضته، ولا هو مستعد يقدم لها حب غير مشروط. الكلام نفسه غير مترابط وبيفتقر للوزن والقافية اللي هم البدايات أو المبادئ بتاعة تأليف الكلمات في الأغنية. فدي حاجة بالنسبة لي غريبة جدا، إلى جانب بقى أن من كتر ما الكلام تم صياغته بشكل بدائي جدا وبشكل مراهق جدا، فحتى ويجز نفسه في النطق، هو النطق بتاعه مش مرتاح، لان الكلام يعني حتى بتوع الراب، يعني انا هكلمك بلغتك يا ويجز او هتكلم بلغة الرابرز، هي بيقولك الفلو. كلمة فلو اصلا يعني اللي هو الجريان، او يقولك جو ذا فلو يعني اذهب مع الطيار. فكرة فلو معناها ان لازم تبقى الحاجة سلسة، انتقال سلس. فهو مفيش فلو، هو الكلام انا عمال اسمع حاجات بتعطل، يعني عمال اسمع الكلمات نفسها مش مريحة لودني، الاداء نفسه كل شوية بيعطل بسبب ان الكلام مصاغ بشكل غريب جدا وبشكل مراهق جدا وبشكل مفهوش ولا اي وزن ولا اي قافية. بالنسبة لأداء ويجز، فهو الأداء أنا مش فاهم هو ليه مصر يكسر الإيقاع. يعني هو الطبيعي جدا إن الكلام بيبقى ليه إيقاع، ده إيقاع في الكتابة وبحور الشعر فيها. ده طبعا أنا عارف إن هو الموضوع مش بيتم تنفيذه بالشكل المتخصص ده، وهي الأغنية أصلا مش شعر يعني مكتوب باللغة العربية، ولكن الأغنية مش مريحة لودني. هو مصر يقول كلام كاسر، وبعدين النطق نفسه فيه مشكلة. يعني إيه عيني منها بشكل جدي؟ جدي يعني أبو أبويا أو أبو والدتي، لكن هي عيني منها بشكل جدي، جاي من كلمة جاد. أنا لما أقولك بقولك بجد، ما بقولكش بجد. فاللغة نفسها فيها مشكلة. قلتي لي أنا مش تقلانة تبخر سحري، ده مش مريح للودن، هو مش ماشي مع الإيقاع، بيخبط في الإيقاع، فبالتالي الكلام كله فيه بتحايل. يعني سألتها رفضتني، يعني هي في حروف تحتمل المد وفي حروف لأ. فهو دي المفروض ان اللي انا بقوله ده بديهيات، بديهيات في الاداء وبديهيات في الكتابه، هم للاسف ما كانوش موجودين في الاغنيه. من الناحيه الموسيقيه، فويجز هو مش مطرب، فبالتالي هي الاغنيه اغنيه غنائيه، أغنية طربية، هي مش مامبر راب، هي مش راب غمغمة، ولا هي راب اللي هو أداء كلامي أو أداء ريستاتيف، لا هي أغنية فيها غنى، فبالتالي ما ينفعش يكون اللي بيغني ما بيعرفش يغني. يعني هو ويجز هو صوته مش حلو. أنا ليه بقول ده؟ هو عشان النغمات اللي طالعة مش صح،
فبما انها مش صحفة بيتقال عليها نشاز، فبما انها نشاز فهي مؤذية للودن، فبالتالي الموضوع بيكون منفر. فانا لو هغني يبقى لازم اغني. وهي الفكرة كلها ان انا لما اتكلمت على المام بالراب ولما شكرت في ويجز في الحلقات اللي فاتت علشان انا بحكم عليه بناء على اللي هو بيقدمه، ولكن لو هتقدم اغنية طبيعية يبقى لازم تتعامل برولز الاغنية الطبيعية. مش معنى كلامي ان الفن ليه قواعد لا تقبل انها تتكسر، ولكن لازم لما اكون بكسر القاعدة ابقى ملم اساسا بالقاعدة، فلما اكسرها اكون بتميز عن القاعدة، مش اكون بكسر القاعدة لمجرد كسر القاعدة والتميز. لما باجي اعمل فيلم فالفيلم ده ليه رولز، الرولز دي معناها ان في صورة، في كاميرا، في صوت، في كذا، في كذا، في كذا، فبالتالي بيتسمى فيلم. لما اعمل ريل على انستجرام هي اسمها ريل لان هي بتتصور بالموبايل او بتتصور بالكاميرا وبتتصور بشكل معين وبتنزل على انستجرام فبتتسمى ريل. فاذا الاشياء لها مسميات، والمسميات دي بناء على ان الاشياء دي بتتكون من شيء. فلو انا مش هلتزم بقاعدة الاغنية يبقى هي ما اسمهاش اغنية. هي دي الفكره، لان بيتلعب لعبه كده ان انت لما بتنتقد الحاجه فيقولك لا اصل ده الجديد يا معلم، لا اصل انت بتغلط في الجديد، لا اصل انت اولد فاشون، اصل دي الاولد سكول. لا، هو مفيش حاجه اسمها كده. هو انت هتعمل اغنيه يبقى تلتزم برولز الاغنيه، تلتزم بكلمات ماشيه مع الوزن والقافيه، تلتزم باداء ماشي مع الايقاع، تلتزم باداء غنائي ماشي مع اللحن. لكن انا ولا سامع اداء غنائي ماشي مع اللحن، انا سامع معاناه في الغنى لان ويجز ما بيغنيش، انا سامع معاناه في النطق، سمع كلمات مراهقة لأبعد الحدود، كلمات غير ناضجة، وهي صياغة لطفل مثلا في إعدادي أو في ثانوي، هو مجرد بيتحسس مشواره في أنه يكتب حاجة شبه الأغنية، فبالتالي طلع أغنية البخت. بالنسبة للموسيقى فأنا حسيت أن احنا بنحاول نعمل محاولة لنسخ أغنية Love No Entity اللي هي الأغنية النيجيري اللي كسرت الدنيا، اللي بتقول نفس المود بنفس الريفيرب اللي على صوته، بنفس التليفون إفكت، بنفس الديلي اللي هي المؤثرات الصوتية اللي على الصوت عشان يديك إحساس الصوت الحالم والكلام ده كله. وكمان يعني احنا في الأول لاعبين بجيتار بصوت الميدي زي ما شرحت لحضراتكم، اللي هي التكنولوجيا بتاعت ان الأصوات موجودة على الأورج، وهو الموزع الشاطر دايما بيختار أصوات قريبة من الأصوات الريل، قريبة من الأصوات الحقيقية عشان يبان ان عازف اللي هو اللي بيعزف. ولكن صوت الجيتار المستخدم هو صوت بلاستيك جدا، هو باين ان ده صوت كمبيوتر، ده مش جيتار حقيقي. فحتى المزيكا انا لي عليها تحفظات، يعني انا عندي تحفظات على المزيكا، على اداء ويجز، على نطق الكلمات، على الكلمات اساسا. فانا شايف بصراحه ان الاغنيه لا ترتقي لان تكون مجرد محاوله مراهقه من واحد بيتحسس مشواره عشان يعمل حاجه شبه الاغنيه المعروفه. طبعا انا عارف ان كلامي ممكن يزعل ناس كتير، ولكن في النهايه زي ما شكرنا في ويجز لما عمل حاجه مناسبه ليه هنقول الحقيقه في الحاجه اللي مش مناسبه ليه. انا شايف ان الاغنيه مش مناسبه تماما، وعارف ان هي عاجبه ناس وفي الاخر دي ارائهم، ولكن انا بتكلم من الناحيه الموسيقيه. مش شرط ان الاغنيه تعجبك، انت ممكن يبقى عاجبك فيها ساوند افكت، عاجبك فيها صوت معين، عيشتك في حاله معينه، عيشتك في مود معين، كانت مرتبطه معاك بحدث معين لما سمعتها فعشان كده حبيت الاغنيه عشان في ارتباط شرطي بينها وبين الحدث. ولكن موسيقيا انا شايف الاغنيه، وانا اسف، هي اغنيه ضعيفه جدا، وانا تقييمي للاغنيه هو 3.5 من 10، وده بس علشان المجهود المبذول وعلشان الرغبه في التجديد اللي ويجز عملها، اللي هو انا عايز اجدد من ان انا راجل بغني مام بالراب او بغني اداء راب الغمغمه او الراب التراديشنال حتى، لان انا عايز اعمل اغنيه بشكلها التقليدي. ولكن انا شايف ان هي كانت محاوله غير موفقه تماما، وتقييمي للاغنيه زي ما قلت 3.5 من 10. طبعا كامل الاحترام لويجز ولتجربته الموسيقيه والفنيه، ومش عايز ان ده يسبب اي حساسيات او اي غضاضه، ولكن في النهايه احنا بنتكلم علشان نوصل لافضل شكل. ويجز مثال ناجح، وهو الراجل قدم حاجات نجحت، ولكن انت طبعا مش هتقدر ترضي الجميع، ولكن توصل لاكبر شريحه وتوصل للمينستريم، وده اللي انت عملته فعلا. فما ينفعش ان انا افضل شغال لجمهور معين، فهو المحاولة دي من الكلمات والمحاولة دي من الأداء مش أي حد هيتقبلها، مش أي حد هيتقبلها. أنا عندي مشاكل معها وقلت كل مشاكلي، وأتمنى إن الجاي نسمع حاجة أفضل ونسمع حاجة مميزة أكتر. وكمان يا جماعة أنا بجد مش عارف أروح فين، لأن أنا وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي الأساتذة ورا الكاميرا قالوا لي إن أنا وصلني تهديدات من شبيه ويجز، وهو راجل بيهدد لي إن هو هيرسم لي شنب زي اللي هو عامله ده أو هيلزق لي شنب، فربنا يستر، لأن أنا بصراحة أنا عندي شنب أصلا، فلو لزقته فيها يبقى النجيلة عالية جدا، وده هيعمل لنا مشاكل في التصفيات الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.